chase. I'm wide awake. Take me away now. صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم مني ومن ألوشة الحلوة. بعد متابعتك قلت لي علا عن جد مسمية بنتك ألوشة؟ يا أكيد لا. هذا اسم الدلال تبعها، فاللي متابعني جديد ما بيعرف إنه اسمها إيلا. ألوشة الحلوة العسل. هلأ فائت ورايحين لهم مشوار. بتقولوا لي علا إنه شقد بتنزلي على السوق؟ الله يجزئنا عاد ما بتنزلي على السوق وبتتسوق ما بعرف شو. هلأ ممكن كتير أنا أنزل على السوق هيك فشت قهر يعني، بس ما ضروري دائما إنه أنا أشتري. بس اليوم حاطه النيه انه انا انزل وافتح له، افتح الصندوق كلياته ونشتري الي ولقلوش ندلل حالنا ونجهز للشتاء مشتريات الشتاء. هلا شو حاطه ببالي؟ حاطه ببالي انه ما انه هلا بيبي وكذا وهيك، اوكي يعني عندي ملابس رسميه كثير، فحابه انه انا لطلع على الشارع اشتري بجامات الرياضه. انا قليل ما اطلع بجامات الرياضه على الشارع، نادرا يعني. وبيجامات للبيت طبعا اكيد لازمني. المهم فهلا رايحين ورح نعمل هيك شويه، اعمل لكم شويه جوله بالسوق واقلكم شو مفضلاتي من المشتريات، منين تشتروا بجامات البيت ومنين تاخذوا بجامات الرياضه. بجامات الرياضه العقده اللي عندي اياها بحياتي انه ما بقدر اشتري بجامات الرياضه ماركه، لانه المقاسات كلها كثير صغيره وما بينطلع فيها ابدا ابدا. فدائما بفضل انه انا اخذ مثلا على H&M او اونلاين، في اونلاين بيبيعوا بجامات الرياضه بتاخذ العقل حلوه وستره لطلع على الشارع. فدائما بفضل انه انا اخذها ورح اشارك معكم يعني كلهم رح اشارك، اكيد رح اشاركهم معكم ورح اخذ رايكم فيهم. يعني كثير بحب على فكره رايكم، بس ما رح اطول عليكم مقدمه اكثر من هيك. قبل ما نبلش الفيديو اسمعوا لايك للفيديو وسبسكرايب، روحوا تابعونا على انستغرام، واذا ما فعلين زر التنبيهات فعلوا زر التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. واحيانا ما بوصلكم زر يعني ما بوصلكم اشعار انه انا نزلت فيديو، مشان هيك عم بنزله على الكوميونتي اللي هو المنتدى على اليوتيوب حتى يبين عندكم انه انا نزلت على ايسي واكيكي هوم. بنزل شغلات للشتاء بتاخذ معي. انا هدول هيك الشغلات اللي لها علاقه بالكريسماس والراس السنه بحبهم لانه بذكروني بالشتاء، يعني مو بس لرمز للكريسماس وهالقصص، كثير بيفرق نظري والوانهم حلوه. وهون منزلين كانوا قصص للخريف وهيك، رح فرجيكم اياهم. هلا خلص الخريف هدول منزلينهم جدد للشتاء، بياخذوا العالم كثير حبيتهم. هدول السيرفيس شايفين قدامكم منزلينهم على شكل شجره ومنزلين. شوفوا لي هدول الكاسات ما احلاهم. وهدول هدول ما عرفت شو هدول، محارم. هاي غطا طاوله، هاي الصينيه كثير حبيتها. شوفوا لي لونها برونز من الاحراف، بس انه عليها فيل يعني ليش ما عرفت. هاي عليها حصان. شوفوا لي المقات، غرف قلبي عليهم. شوفوا لي هذا ما احلى، بس هاد بعقد، حسيته صيفي. شوفوا لي ايده موديلها. وهذا الليزي، هدول المخدات كثير حبيتهم لغرفه قلوشه هي مثلا. شوفوا لي شو حلو، انا اخذها من عنده. هدول الصغار الثانيات بحس الشتاء مرتبط بالمقات، يعني انه انا كل شتويه بتدخل لازم اخذ طقم مقات. للشتاء هدول بيجامات السميكه قلت لكم ما بقدر البسهم، بس ايش بحب؟ بحب اخذ بيجامات رقيقه واخذ فوقهم الكيمون، لانه انا من النوع اللي كثير بشوف. فشوفوا لي الكيمونات منزلهم جننوا كثير حلوين. هذا حبيته كثير قصير سحاب. طويل بحسه انسب شان اطلع على البرندا. هذا كثير حبيته. شو منزلين السنه كثير كيمونات؟ هدول هن الكيمونات منزلين صراحه. السي لبيجامات البيت هي توب، ما بغيرها، كثير بحبها وبحسها كتير عملية وغسل ولبس. بس شغلتهم انه احيانا نوع من القماش بيكون برخي زيادة. شوي كتير حبيتها كمان حلوة. هذا الموديل كتير بحبه، بس قلت لكم انا عندي مشكلة بالزمة من تحت، بحب الزمة من تحت للوضوء كتير شغلات يعني ما بحبه يلقلق على الارض. مفارش التخت اكتر قسم بلفت لي نظري باي محل ما دخله بصراحة، يعني بحس هيك انه انا اذا دخلت لازم اخذ طعم. بس المشكله انه الالوان يعني محكومه بالالوان. هلا هذا الاصفر كثير عجبني، بس بشوف صورته
ما كتير حبيته. حبيت هاد بتطبقه تطبيق، شوفوا رسمته فيه الوان الخريف وهيك على خضار، هاللون ما عندي اياه، وهو له مخدات وهدول تنتين قلت باخذ معهم هدول المخدات، مع انه هلا خلص الخريف تقريبا، مع انه مكتوب عليهم انه هيلو اتمن وهيك، او هدول الصفر اللي لهم دناديش ما عرفت انه هن اخذ، قلت هلا مبدئيا باخذ هذا اللون لاني ما عندي اياه مع بعضهم. ثلاثة قم لتاخذ، شوفوا لي اياهم هذا عليه سيل، هلا هن بشكل عام بين ال 200 و 250 الست الكامل، هاد مع شرشف مع غطاء الحاف مع مخدتين ب 160، هذا كثير سعره رخيص على فكره. هاي رسمته لهلا بينزلوا الصيفي هيك شيء، ما في عندهم ها انه كثير شيء سميك غير هدول المخمل، بفرجيكم اياهم. هدول بكم؟ يا هاي بتجنن، هاي عيني عليها من زمان على فكره، كل سنه بنزل منها، بس كان عند في فيها ديفو مشكله انه هاي الكتابه من قفا مو مدروزه هيك على القطن، ف هيك بتجرح يعني من تحت، اوكي حاطينها قماشه ثقيله يعني، فهلا زبطوا الديفو رح اخذ وحده. هذا الموديل بصراحة كتير بحبه الازرار، بس بنطلون عريض هاي مشكلته. خلونا نشوف شو قد صاير سعره، عليها تنزيلات 120. Baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón ton ton ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Bailona de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Bailona de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco. Ladra come hueso, el que a ti te baila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos, esos son efectos del proceso. Solo con esa mirada sé lo que quieres. Se ve muy educadita, hace sus deberes. Siempre ha sido la envidia de las mujeres por toda esa belleza y cómo se mueve. Sabes cómo tú me dejas después del party en ti pensando. Cuando tú te sientes sola como una loca, a mí me llamas. Casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando. Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada. Ella quiere más. Asesina, la baby a mí me domina. Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina. Una asesina, la baby a mí me domina. Cuando te toco, siento que choco con una mina. شغلات اللي اخذتها رلوش على اساس هي نازله معي انه انا اللي اشتري وتنقيني، ما بصير يعني ما تاخذ شيء. شوف حلوه هي، شقد ستويه وهيك حلوه، وهذا الشوز كثير حلوين بالهنا رلوش. محل بريس بارك صبية هون رفيقتنا، يعني لذيذة لذاذة تخيلوها. رح صور لكم محلها
انا بجي على محل مشان الكمار هالضجه كثير حوالي. رح بجيكم الكمار اللي اخذته، اخر كمار كان باقيان. بجنن على هيك فستان ساده، شوفوا هذا كمان حبيته هيك الحجر. وعندها الماركات هدول اللويز فيتون والكمار فيرزاتشي وكذا. هلا فرجيكم اللي اخذته. هدول كثير بتعرفوا طالعه موطن، حبيت هيك نخرج سهره. رح فرجيكم شغلاتهم. هاي التنورة تاخد العقل. على فكرة هاد هون اسمه، هو بيجيبوا بضاعتهم من نيشان طاشي باسطنبول. واللي ما بيعرف نيشان طاشي هو شارع الماركات، شارع اللبس التركي الفخم اللي بيستوردوا بيصدروا بهذا الشارع. هو كتير مشهور بالملابس، فأغلب بضاعتهم تجي من نيشان طاشي. هاي التنورة كتير حبيتها بصراحة، شوف طولها ميدي وبنفس الوقت الوانها كتير حلوه. عندي بلوزه هذا اللون، حسيتها كتير هيك بلوزه رسميه كتير رح تطلع عليها حلوه هيك انه خرج مناسبات. سعرها 189 مقارنه مع الاسعار اللي بالسوق. على فكره اسعارهم جدا عاديه لانه الكواليتي والماركاتهم كتير حلوه. هون الشالات، شيلنا من الشالات. فرجيكم هي البيجاما عجبتها لاختي إلى هيك هالحركة. أنا كل شيء بجماعة الرياضة إلهم زمي من تحت، بعشقهم متى ما كان مفتوحين من تحت ما بقدر أخذهم. هيك مثلا شلصتوا هدول الأعراض من تحت ما بحبهم أبدا. بس البلوزة كتير صادية، بس النوعية تبعيتها ما بعرف شو، هيك بحسيتك مثل كشميرية أو هيك، كتير قطنة ناعم وحلو. تعالوا أفرجيكم الكمال اللي أخذته. هو شفته على العارضة برا، وقفت السيارة ونزلت ما قدرت، لفت لي نظري يعني. تخيلوا أنا عم بسوق لفت لي نظري، تقولي لي شلون عم تسوقي هذا الكمر؟ جولي ما أحلى ما أحلى، كتير حبيت. على فكرة آخر قطعة. الحلو فيه إنه هذا لاستيك، يعني شو قد ما بدكم بمط. هذا ما بغير لونه، فيه جارانتي. كمان الكمار هاد بصير على الوشين حلاوته، اللون العسلي واللون الاسود. هاي بتنشال بتتركب على الطرف اللي انت بدك اياه. وهدول السنارات صراحه كثير حبيناهم، شوفوا ليش قد ناعمه وحلوه. جيت لعند جيفيل اشوف الملابس الشتويه. هلا رفقاتي نصحوني قالوا لي جيفيل حلو اسعاره حلوه، بس الشتوي عنده بجنن بياخذ العقل، والالوان اللي عنده كتير حلوه. فهلا داخلين انا وللوش ننقي ثياب الشتويه عنده.
جيت على محل دي جيني للأحذية بغازي مختار باشا. احكيكم على أحذيته. أحذيتي أغلبها ما باخدها غير من دي جيني أو إلا. هدول أكتر محلين أحذية بحبهم. شوفوا لي هذا كتير عجبني. هيك خرج سبور يعني. في هدول البواط الطويلة. حتخل أشوف البواط الطويلة. البيت شقت حلوين. بقدر اوصف لكم شقة حلوة وعملية وخفيفة ومريحة. شو رح قلكم يعني شوفوا هلا. اوكي اسعارهم تعتبر شوي غالية لان انت صافي محلات ماركات. ربيته بصراحة عندي كتير لبس بطبق عليه. خلنا نشوف سعره. 329 يا جماعة عن جد كل شيء كل شيء غليان فوق ما تتخيلوا. الاسعار ما بقى مثل قبل ابدا. على قسم البواط هلا انا البواط كل شيء ربط ما بحبه. كل شيء هيك أبا وربط محبوس كل شيء هيك له حجر بحبه. بحبه شوي ظريف من قدام. بحبه. هلا هذا مثلا ذوقي 100% بس ما بحبه قول سحاب. عندي واحد بدون سحاب هيك ضم كعبه هيك قلي صغير مو عالي ومن قدام هيك نعوم بس هذا مشكلته قول سحاب. شوفوا لي هذا ما احلى. كل ما كان البوتس هذا كل ما كان احلى بصراحة. كل شيء هيك قلو تعجيق وسلاسل وكذا ما بحبه. ولهون حبايبي بكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا وعدتكم أنه أنا رح أشارك معكم مشتريات بهذا الفيديو بس الفيديو متوقعته يطلع طويل لهذا الدرجة لأنه على يومين صورته. نزلت يومين على السوق وحبيت هيك قدر الإمكان أصور لكم الشغلات كأنه نزلتوا معي. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالجولة والفيديو القادم إن شاء الله رح أشارك معكم المشتريات الشتي كلياتها. بحبكم كتير كتير وباركن حالكم. تزوروني بفيديو جديد. باي توبوسات.